سلام. طبعا اليوم انا سويت كيكة وبعلمكم مكونات لو تبون تسوون زي، لان بتلاقون المكونات باي محل وتجنن مرة. بنعلمكم المكونات. طيب اول حاجة، من وين سرقتي المكونات الخلطة؟ والله ما اخذتها من احد. ها يعني من راسك اخترعتيها؟ اكيد سكيت، في ناس مسوينه بس انه انا اخترعتها من بالي. طبعا الميزه الحلوه انها اخترعتها من باله. طبعا هذه خلطات فرح الرمضانيه، فعطيهم المكونات. وش قلتي المكونات؟ في هذا، شوفوا حطت هذا. اول شيء بسكوت شاي. ايه اشربه بالحليب واحط. شلون تشربينه؟ لحظه، يعني احطه بالحليب وطلعه واحطه هنا. يعني تحطين بسكوت الشاي بالحليب بعدين تطلعين تحطينه هنا. ايه كذا وتملون كله وبعدها تجيبون دريم ويب. دريم ويب هذا، ايه شوفوا هذا، هذا اسمه معروف دريم ويب. اوكي تمام. وتحطونه مع ماء وتخلطون وتحطونه، وبعدها تسوون طبقة ثانية من بسكوت الشاي. لحظة، يحطون دريم ويب ايه كله يكبونه؟ لا نصه. ايوه بالنص. ايوه يسوون يكبوا النص، وبعده يشربون بسكوت شاي بحليب ويحطونه، بعده دريم ويب، وبعده يحطونه يطيح. اي خلاص، بعده يحطون هذول اوريو وفراولة. اي نزل تحت الصحية. تمام، يعني هذه الخلطة. وفي طبعا الاوريو والفراولة معروفات عاد. اي اوريو عادي. والحاجة اللي أهم تدرون وش هي؟ إن مين مسوي الخلطة لي؟ مسوي الخوياته. تقول أنت بابا ما تأكل منها. تقول مسويته الخوية. ليه عادي أكل لك ما أذوقه يعني؟ لا أذوقه يعني، أعطيت سراي حلوة من. تروح أشتري من محل. أنا أروح أشتري من محل. إيه كذا نظامت. أجل خذها بس بخمسمية. بخمسمية بعد؟ مو خمسمية، 500,000. خمسمية ألف. إذا لقمة بس. اللقمة بخمسمية ألف يعني. إيه والله ما أنتي بسيطة. طيب يحظ خوياتك ما شاء الله. خلاص أجل ما راح أجربها، المهم حاولت به ما راح. اللقمة صغيرة بس، حتى ملعقة ما حاطة عندي. عشان ما أكل. طيب جيبي الملعقة. لا حول، حشر ما في، بحاول. طب عادي بدون ملعقة، اسمعي أخذ هالفراولة هذه فوق. أخذها. لا بعد، لا كل شيء لا. المهم هذه خلطات فرح الرمضانية، اللي هو بسكوت شاي تغطونه بالحليب، ثم دريم ويب، ثم أوريو نص دريم ويب. تمام، ثم أوريو، ثم فراولة، ثم تاكل الفراولة. ها حسب تاكل بعده. تمام عرفتوها. فإذا تبون الخلطة الرمضانية الثانية اكتبوا بالتعليقات نبي الخلطات الثانية وراح نسوي لكم. استودعكم الله بالتوفيق. سلام. طبعا اليوم انا سويت كيكة وبعلمكم مكونات لو تبون تسوون زي، لان بتلاقون المكونات باي محل وتجنن مرة. بنعلمكم المكونات. طيب اول حاجة، من وين سرقتي المكونات الخلطة؟ والله ما اخذتها من احد. ها يعني من راسك اخترعتيها؟ اكيد سكيت، في ناس مسوينه بس انه انا اخترعتها من بالي. طبعا الميزه الحلوه انها اخترعتها من باله. طبعا هذه خلطات فرح الرمضانيه، فعطيهم المكونات. وش قلتي المكونات؟ في هذا، شوفوا حطت هذا. اول شيء بسكوت شاي. ايه اشربه بالحليب واحط. شلون تشربينه؟ لحظه، يعني احطه بالحليب وطلعه واحطه هنا. يعني تحطين بسكوت الشاي بالحليب بعدين تطلعين تحطينه هنا. ايه كذا وتملون كله وبعدها تجيبون دريم ويب. دريم ويب هذا، ايه شوفوا هذا، هذا اسمه معروف دريم ويب. اوكي تمام. وتحطونه مع ماء وتخلطون وتحطونه، وبعدها تسوون طبقة ثانية من بسكوت الشاي. لحظة، يحطون دريم ويب ايه كله يكبونه؟ لا نصه. ايوه بالنص. ايوه يسوون يكبوا النص، وبعده يشربون بسكوت شاي بحليب ويحطونه، بعده دريم ويب، وبعده يحطونه. يطيح. اي خلاص، بعده يحطون هذول اوريو وفراولة. نزل تحت الصحية.
تمام، يعني هذه الخلطة. وفي طبعا الأوريو والفراولة معروفات عاد. أي أوريو عادي. والحاجة اللي أهم تدرون وش هي؟ إن مين مسوي الخلطة لي؟ مسوي الخوياته. تقول أنت بابا ما تأكل منها. تقول مسويته الخوية. ليه عادي أكل لقمة أذوقه يعني؟ لا. أذوقه يعني أعطيت سراي حلوة من. تروح أشتري من محل. أنا أروح أشتري من محل. إيه كذا نظامت. أجل خذها بس بخمسمية. بخمسمية بعد. مو خمسمية، 500,000. خمسمية ألف. إذا لقمة بس. اللقمة بخمسمية ألف يعني. إيه والله ما أنتي بسيطة. طيب يحظ خويات تتمشى الله. خلاص أجل ما راح أجربها. المهم حاولت به ما راح لقمة. صغيرة بس حتى ملعقة ما حاطة عندي. عشان ما أكل. طيب جيبي الملعقة. لا. حول حشر ما في بحاول. طب عادي بدون ملعقة اسمعي أخذ هالفراولة هذه فوق. أخذها. لا. بعد لا كل شيء لا. المهم هذه خلطات فرح الرمضانية اللي هو بسكوت شاي تغطونه بالحليب ثم دريم ويب ثم أوريو نص دريم ويب. تمام ثم أوريو ثم فراولة ثم تاكل الفراولة. ها حسب تاكل بعده. تمام عرفتوها. فإذا تبون الخلطة الرمضانية الثانية اكتبوا بالتعليقات نبي الخلطات الثانية وراح نسوي لكم. استودعكم الله بالتوفيق. سلام. طبعا اليوم انا سويت كيكة وبعلمكم مكونات لو تبون تسوون زي، لان بتلاقون المكونات باي محل وتجنن مرة. بنعلمكم المكونات. طيب اول حاجة من وين سرقتي المكونات الخلطة؟ والله ما اخذتها من احد. ها يعني من راسك اخترعتيها؟ اكيد. سكيت في ناس مسوينه بس انه انا اخترعتها من بالي. طبعا الميزه الحلوه انها اخترعتها من باله. طبعا هذه خلطات فرح الرمضانيه. فعطيهم المكونات. وش قلتي المكونات؟ في هذا شوفوا حطت هذا اول شيء بسكوت شاي. ايه اشربه بالحليب واحط. شلون تشربينه؟ لحظه يعني احطه بالحليب وطلعه واحطه هنا. يعني تحطين بسكوت الشاي بالحليب بعدين تطلعين تحطينه هنا. ايه كذا وتملون كله وبعده تجيبون دريم ويب. دريم ويب هذا. شوفوا هذا هذا اسمه معروف دريم ويب. اوكي تمام. وتحطونه مع ماء وتخلطون وتحطونه وبعده تسوون طبقة ثانية من بسكوت الشاي. لحظة يحطون دريم ويب ايه كله يكبونه؟ لا نصه. ايوه والنص. ايوه يسوون يكبوا النص وبعده يشربون بسكوت شاي بحليب ويحطونه بعده دريم ويب وبعده يحطونه يطيح. خلاص بعده يحطون هذول اوريو وفراولة. نزل تحت الصفحه. تمام يعني هذه الخلطه. وفي طبعا الاوريو والفراوله معروفات عاد. اي اوريو عادي. والحاجة اللي أهم تدرون وش هي؟ إن مين مسوي الخلطة لي؟ مسوي الخوياته. تقول أنت بابا ما تأكل منها. تقول مسويته الخوية. ليه عادي أكل لقمة أذوقه يعني؟ لا أذوقه يعني أعطيت سراي حلوة من. تروح أشتري من محل. أنا أروح أشتري من محل. إيه كذا نظامت. أجل خذها بس بخمسمية. بخمسمية بعد؟ مو خمسمية، 500,000. خمسمية ألف. إذا لقمة بس. اللقمة بخمسمية ألف يعني. إيه والله ما أنتي بسيطة. طيب يحظ خويات تتمشى الله. خلاص أجل ما راح أجربها. المهم حاولت به ما راح اللقمة. صغيرة بس حتى ملعقة ما حاطة عندي. عشان ما أكل. طيب جيبي الملعقة. لا. حول حشر ما في بحاول. طب عادي بدون ملعقة اسمعي أخذ هالفراولة هذه فوق. أخذها. لا. بعد لا كل شيء لا. المهم هذه خلطات فرح الرمضانية اللي هو بسكوت شاي تغطونه بالحليب ثم دريم ويب ثم أوريو نص دريم ويب. تمام ثم أوريو ثم فراولة ثم تاكل الفراولة. حسب تاكل بعده. تمام عرفتوها. فإذا تبون الخلطة الرمضانية الثانية اكتبوا بالتعليقات نبي الخلطات الثانية وراح نسوي لكم.
استودعكم الله بالتوفيق.